طيب كمان هبة بتقول انا هبة 9 اغسطس وحبيبي 12 مارس، عايز اعرف بقى موضوع الارتباط. هي 9 اغسطس برج الاسد وهو 12 مارس هو برج الحوت. طبعا البرجين بينفعوا مع بعض بس ما بيكملوش، يعني دايما ده برضو من الابراج اللي لازم يتقابلوا، ست الاسد وراجل الحوت او راجل او ست الحوت وراجل الاسد لازم يتقابلوا هم، يعني سواء العكس. طب ليه مش بيكملوا؟ علشان ما ينفعوش يكمل، ما ينفعوش مع بعض. ليه؟ علشان راجل الحوت مع ست الاسد الست اقوى. اوكي، ولو عكسناهم ست الحوت مع راجل الاسد ست الحوت اقوى من راجل الاسد. ما هو اكبر حاجه بتقابلنا في مشاكل وقلتها اكتر من مره، لما الست تتعامل مع راجل اضعف منها او تعرف حد اقل منها فكريا فكرا او مش زيها، لان الست لما بتبقى ذكيه او بتفكر وبتبقى ذكيه قوي بتجري في تفكيرها، بتجري في كل حاجه، هي بالزبط. سريعه كل حاجه عندها بسرعه، ولما الراجل بيبقى اقل منها هو ماشي بطيء فما بتشوفوش او دايما بتشوفه ان هو مقصر، فبتحصل مشاكل. طيب